سبق وأن أدنى هذا التواجد البريطاني الغير مشروع في محافظة المهرة، وفعلا الاحتلال السعودي الأمريكي البريطاني الإماراتي من أول هم يريدوا يشرعوا تواجدهم في محافظة المهرة، فقالوا أرهاب خيار الأرهاب فشل، قالوا قرصنة، القرصنة فشلت، قالوا تهريب سلاح فشل، الآن قالوا أنه في باخرة تجارية في بحر الخليج تقريبا أطلق عليها صاروخ أو طائرة بالطيارة.